So, تعم بلش هلأ. We have a lesson about measured. حدا بيعرف the meaning of measured؟ شو ال meaning؟ It means that we measure things like tallest or smallest. Okay. We have a ruler. Okay. كلنا بنعرف نستعمل الرولر ولا لا؟ Yes. Okay. Yes. اوكي هلا بتشوفوا بالورك شيت انه في شيء ما كنت استعمله فيها الرولر. اوكي سو تعال نبلش هلا نعمل شير لللسن. اوكي كلنا شايفين اللسن. اول شيء ححط انه ممنوع ليبل. اوكي سو هيدي اللسن اللي قلنا هي مجرد اوكي. So objective. طيب هعمل انا قبل كل شيء اوكي قبل كل شيء هعمل ميوت للكل لاشرح واخر شيء اني كويشن بخليكم تسالوا. Okay, so the first one, we have the objective. So you will able to, أول شيء, learn about how to measure object using ruler. كلنا نعرف نستعمل الرولر. Identify the difference between longer and shorter shapes. وعندكم identify the difference between longer, taller and shorter shapes. Okay. هنبلش the difference between longer and shorter shapes. من الاسم نقدر نعرف longer اللي هي long, shorter اللي هي short. اوكي يعني طويلة وقصيرة. اوكي تعال نبلش هون. No, we shall compare two objects, okay? عندي هون two objects. عندي أول ساعة وتاني ساعة. لازم نعمل compare بين two objects. أي longer وأي shorter. أي long وأي short. For example, هيدي طويلة وهيدي قصيرة. هيدي أطول منها. فهيدي longer وهيدي shorter, okay? هيدي المجر اللي إلها أطول من هيدي. اوكي سو longer وشورتر. يس يا علي لحظة خليك تحكي. يس يا علي شو الكويشن اللي لك؟ علي you raise your hand. So شو الكويشن اللي لك؟ اوكي سو علي ما بده يقول شو الكويشن اللي له. اوكي بنجي هلا بننزل لتحت. عنا example تاني. عنا the pink shirt